دايما يقول لك ايه خير الكلام ما قل ودل. بالنسبه لموضوع احمد فتحي، الموضوع يا جماعه بسيط للغايه، بسيط قوي قوي يعني، واخد القصه واخده حجم كبير من غير لزوم في الحقيقه. خلينا كده نتكلم واحده واحده، وخلي بالكم طويل معايا شويه. احمد فتحي قيمه كبيره، طبعا قيمه كبيره، لعيب عنده تاريخ عظيم مع النادي الاهلي مؤكد، محدش يقدر ينكر الكلام ده. ادى كتير للنادي الاهلي 11 12 سنه، طبعا عمل كل حاجه مع الفريق، شارك في كل البطولات، ساهم في القاب كتيره جدا، وكان لعيب مؤثر على مدار الفترات كلها. ده امر مؤكد محدش يقدر ينكره، واكيد هيفضل كل الاحترام والتقدير لاحمد فتحي، ده امر ما فيهوش نقاش ومش محتاج يعني كلام خالص. لكن في نفس الوقت، في نفس الوقت انا اللي يهمني ايه؟ اللي يهمني النادي الاهلي. هل النادي الاهلي اثر في قصه التجديد مع احمد فتحي؟ الاجابه لا، بوضوح شديد يعني. وكيل اللاعب طلع اتكلم، ناس كتير جدا اتكلمت، وكيل اللاعب بالتحديد يعني اتكلم نادي الشوقي، الراجل كان حاضر الجلسه يعني. فالقصه بسيطه وواضحه للكل. انت لعيب كان ليه طلبات معينه نفذتها له، وافقت عليها، كان في مفاوضات شويه، طب لا شويه من عندك شويه من عندي، المهم في الاخر ايه وصلت لصيغه تفاهم عشان تمضي العقود. لكن اللي يتاخد على احمد فتحي وله كل الاحترام والتقدير، مش من طبيعه النادي الاهلي يا جماعه، ممكن حد يكون منتظر النهارده ان احنا نطلع نجرح في اللاعب، لا، ده كان واحد موجود في الاهلي وعمل مواسم رائعه مع الفريق، ده امر ما فيش غبار عليه يعني. لكن في نفس الوقت اللي يتاخد على احمد فتحي بمنتهى الصراحه، ايه هي الحاجه اللي تتاخد عليه؟ عدم الوضوح. عدم الوضوح ازاي؟ يعني لو انا كلاعب عندي رغبه ان انا اروح نادي تاني، او انا مخلص مع نادي تاني، فكان لازم ابقى واضح بدل ما احدد ميعاد جلسه اولى وثانيه وثالثه واخد كمان فتره افكر فيها، لا انا يا جماعه واضح انا عايز كذا. حضراتكم موافقين؟ اوكي. مش موافقين؟ انا متفق مع ناس ثانيه عايز اروح المكان الثاني ده، لان هيدفعوا لي فلوس اكتر، وده حق مشروع لاي لاعب. اي لاعب حقه ان هو يفكر في مستقبله، اي لاعب حقه ان هو يشوف اموره الماديه المفروض تبقى عامله ازاي، كلام من ده. كل لاعب بيقيم نفسه بالصوره اللي هو شايفها، ده امر طبيعي جدا. لكن في نفس الوقت، في نفس الوقت في ثوابت في النادي الاهلي، في اسس في النادي الاهلي بيمشي عليها النادي، ده امر معتاد وده عارفينه على مدار تاريخ النادي. الاسس بتتمثل في ايه؟ تتمثل ان انت عندك ايه؟ مدير فني. المدير الفني بيقول احتياجاته، وده اللي هيخليني اروح واتكلم بشكل عام كمان على ملف التجديد للرباعي كلهم، لان ده كان ملف الناس كلها بتتكلم فيه على مدار الفتره اللي فاتت. لكن الاسس تتمثل فيه ان المدير الفني بيقول لك انا عايز اللعيب ده، يا ريت تجددوا له، فانا هروح احاول مع اللعيب ده اجدد له. انا كنادي قصرت؟ لا، عملت كل مجهودي عشان اجدد مع اللعيب، فعلا حصل. اللعيب هو اللي رجع في كلامه؟ طبعا اللعيب هو اللي رجع في كلامه، ونقل على كلام وكيل اللاعب نادر شوقي. فالامور واضحه وبسيطه يا جماعه. طيب هل الاهلي خسر بعدم تواجد النادي، بعدم تواجد احمد فتحي داخل النادي؟ لا طبعا. طب ازاي انت كنت بتقول ان هو لعيب قيمه كبيره؟ طبعا لعيب قيمه كبيره ومهم وكل حاجه، كان هيبقى اضافه، طبعا كان هيبقى اضافه. لكن من امتى الاهلي بيقف على لعيب؟ فطاحل الكوره، فطاحل الكوره، اعتزلوا، مشيوا من الاهلي. الاهلي تاثر، الاهلي خسر بطولات، الاهلي اداؤه بيبقى واحد، الكلام من ده؟ لا طبعا خالص. الخطيب اعتزل، ابو تريك اعتزل، محمود بركات اعتزل، مصطفى عبده اعتزل، ناس كتير، ما حفظ طبعا الالقاب للجميع يعني، عماد النحاس، عماد متعب، ناس كتير جدا اعتزلت. الاهلي تاثر؟ لا ما تاثرش. عبد الله سعيد مشي من الاهلي وكان لعيب مهم في الفريق، تاثر الاهلي لبعض الوقت، لكن في نفس التوقيت ما خسرش بطولات. الاهلي لما عبد الله مثلا مشي خسر الدوري؟ لا ما خسرش الدوري، خد الدوري برضه. في حاجه تتغير بالنسبه للنادي الاهلي؟ لا. ليه؟ لان الاهلي ماشي على اسس وثوابت اللي انا بقول لحضراتكم عليها، اللي بتتمثل كمان ان انا عندي حدود يا جماعه، انا عندي ليميت معين، الليميت ده اخري ادفع فلوس كذا. ممكن واحد يقول لي طب ما هو علي معلول مثلا احمد فتحي كان استشهد بيه، ده طبقا للكلام اللي بيتقال يعني من وكيل اللاعب، وانه بياخد فلوس مبلغ فلان. حاله علي معلول مختلفه لانه لاعب يعني محترف ولاعب موجود وبيضحي بحاجات كتير جدا عشان يبقى موجود في بلد غير بلده، يعني ليها اعتبارات اخرى يعني. لكن في نفس الوقت انت في حدود ما تقدرش تتخطاها. لما يجي الكابتن محمود الخطيب مثلا او المسؤولين عن الكره في النادي الاهلي يفكروا، بيفكروا الاول في مصلحه النادي، بيفكروا الاول في مصلحه الفريق، طبعا مع وضع في الاعتبار تمام مصلحه اللاعبين وتقديرهم بالشكل الامثل الذي يليق بهم
ده امر مؤكد، ما ينفعش نقول فيه تلت التلاته كام، ده بيحصل فعلا من النادي الاهلي، لكن في نفس الوقت انا عندي ليميت، عندي حدود معينه ما ينفعش اعديها، لان انا ببقى شغلي الشاغل مصلحه الفريق ككل مش مصلحه لاعب واحد. طيب اتكلمنا عن خطا احمد فتحي، وان احمد فتحي كان لازم يبقى واضح اكتر من كده، وكان لازم الامور يعني عن نفسي بصراحه كنت اتمنى ان الصوره اللي يخرج بيها احمد فتحي من النادي الاهلي تبقى احسن من كده بكتير. ليه؟ لان هو لاعب عنده تاريخ مع النادي، لكن للاسف هو اختار طريق بخلاف انه مشي من النادي مثلا، لا اختار طريق لانهاء العلاقه مش موفق فيها اطلاقا. كان ممكن يبقى موفق لو كان واضح وكان صريح وقال لهم يا جماعه انا عايز كذا، اوكي اوكي، مش اوكي انا هروح نادي تاني وعايز اامن مثلا مستقبلي ولا حاجه، خصوصا اللاعب 35 سنه. تعال لي بقى في الحته اللي ممكن البعض يقول لك ايه؟ طب ما هو الاهلي اخطا ان هو ما فتحش ملف التجديد من بدري. سيدي الفاضل باختصار شديد جدا، الاهلي بالتحديد فيما يتعلق بتاخره في فتح ملف التجديد ده تاخر منطقي. طبعا ممكن تتفق معايا وممكن تختلف، دي حاجه ترجع للاعيد. واي لو كان احمد فتحي فكر بدل 48 ساعه 3 ايام، لا 49 ساعه كان الاهلي كتب او كان هيكتب شكرا احمد فتحي نتمنى له كل التوفيق. تمام. طيب واحد تاني مثلا دلوقتي وانا داخل الاستوديو بيقول لي ايه؟ بيقول لي طب هو ممكن يكون واحد بيحب احمد مثلا شويه، يقول لك طب هو كده الاهلي الفتره اللي جايه لو احمد فتحي ما راحش نادي تاني ممكن ملف المفاوضات يتفتح تاني؟ لا خلاص نهائي، تم اغلاق ملف احمد فتحي. اللاعب لو موسم تم استئنافه هو موجود في الفريق لحد اخر الموسم، ما تمش استئناف الموسم فخلاص كده احمد فتحي خارج النادي الاهلي بشكل رسمي، ونتمنى له كل التوفيق وكل الدعم ليه، او يكون موفق باذن الله ان شاء الله في مسيرته وقراره، والرغبه دايما تحترم. مش عايز اطول في الموضوع اكتر من كده، لكن في نفس الوقت النادي الاهلي عمره ما بيقف على لاعب، النادي الاهلي عنده قائمه رائعه من اللاعبين، وكمان هيدعم صفوفه بشكل مميز الموسم الجديد، وباذن الله باذن الله يستمر في مسيرته الرائعه في مختلف البطولات على مدار كل السنوات السابقه. في نفس الوقت عايز اتكلم معاكم شويه في موضوع ملف التجديد بالنسبه للاربعه واسس عند النادي الاهلي اتبعها ومشي فيها بشكل اكثر من رائع. انا عاجبني جدا الاحترافيه والشفافيه، الاحترافيه في التعامل. انا عندي مثلا اربعه، انا هبتدي بقى اشوف اول وجهه نظر المدير الفني، وجهه نظر المدير الفني مثلا مع حسام عاشور قال لك ايه؟ لا حسام عاشور مش محتاجه وخلاص، وجهه نظر المدير الفني تحترم لان مصلحه الفريق هي الاهم، رغم قيمه حسام عاشور رائعه. شريف اكرامي رغبته كانت ايه؟ رغبته ان هو عايز يمشي من النادي الاهلي عشان يلعب حقه، فبالتالي اجتمعت لجنه التخطيط وافقت على رغبه شريف اكرامي. ناقص مين؟ وليد سليمان. الراجل بصراحه ما خدش وقت مضى، وكان النقطة بقى المهمة بالنسبة لي ان هو كان عنده خجل كبير قوي وهو بيتفاوض مع النادي الاهلي، حقه يتفاوض طبعا، حقه يتكلم في اي مبالغ حقه يتكلم، لكن الخجل بتاعه والسرعة في انهاء الاجراءات، وكان حاطط في الاعتبار انه ما ينفعش يقوم الجلسة مع قامات كبيرة جدا زي كابتن محسن صالح، كابتن زكريا ناصر، كابتن خالد بيبو، كابتن سيد حفيظ مثلا، امير توفيق، ها يقوم الجلسة دي من غير ما يكون موقع النادي الاهلي، ده وليد سليمان. احمد فتحي اتكلمنا عنه، بالتالي ده كل الملف. خير كلام ما قل ودل، وده اختصار الموضوع، والاهلي هيفضل مكمل في طريقه والاهلي ماشي في مسيرته، وان شاء الله يكون موفق دائما، وباذن الله نتمنى كل التوفيق لاي لعيب يختار نادي غير النادي الاهلي، عمر الاهلي ما بيقف على لعيب.